صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. مادام قعدنا القعدة دي يا جماعة، يبقى فيديو النهاردة ملابس الشتاء، جمال الشتاء، حلاوة الشتاء، برد الشتاء، كاكاو الشتاء، سحلب الشتاء. فايه النهاردة مشتريات الشتاء. هو بس في اختلاف بسيط جدا، مش بسيط قوي يعني، ان لبس النهاردة انا مختاراه من قسم الرجال. ايوه، المشكله عندهم سويتشيرتات حلوه، بينزل لهم حاجات كاجوال تحفه، مش حاجات فيها دباديب وعرايس. فايه المشكله؟ قلت اخوض التجربه، اخترت لبس الشتاء من القسم الرجالي. الحقيقه انا لسه ما فتحتهمش، انا طلبتهم اونلاين والشنطه هي مقفوله. نفتح ونستكشف ونشوف شكل اللبس الرجالي، نشوف شكله عليا هيبقى عامل ازاي. فاللايك للفيديو قبل ما نبتدي، سبسكرايب لو مش عامله سبسكرايب، ولا لسه مش هنبتدي. دعوني بقى قبل ما نحول على القسم الرجالي، نخلينا في القسم الحريمي الاول. عايزه اوريكم جمال السويتشيرت اللي انا لابساه ده. اول لبسه تركيا شي ام، شكله جميل جدا. روحوا بقى على الانستجرام عشان تشوفوا الصور لما تصور بيه. شي ام، اوكي، شنطه بتحط فيها اللابتوب وكل حاجه. بس في حاجه بس عايزه اوريها لكم فيها. يا بلاد انا امتى هكبر؟ كمان الباديهين دول، لان انا الشتا اللي فات قعدت ادور عليهم كتير جدا، فقلت اجرب اجيب منهم لونين، لو طلعوا حلوين اجيب تاني، ولسه الحقيقه ما قستهمش عشان اعرف حلوين ولا لا. دول من شي ام بس ناعمين جدا اهو، اوكي. واخر حاجه البنطلون اللي انا لابساه من مانجو. الحاجات دي كلها من مواقع بره مصر، فطبعا لو انت حاولتي تشتري من بره مصر بنفسك على مصر على طول، بيبقى في جمارك وبتبقى يعني مبالغ. عشان كده بنشتري عن طريق مثلا جروبس بتشتري من بره مصر وكده. الحاجات دي طلبتها عن طريق جروب اسمه حواء، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن بتاع الفيسبوك وبتاع الانستجرام. كمان بيجيبوا لبس حريمي ولبس رجالي، بيجيبوا من مواقع كتيره جدا زي شي ان، زي اسوس، نمشي. طبعا نمشي عليه حاجات كتير بقى، مانجو وبوما واديدا. بيجيبوا من مودانيستا، بيجيبوا من مواقع كتيره جدا جدا بره مصر. ابعت لهم الحاجه اللي انت عايزاها او لينك الحاجه اللي انت عايزاها، وهم يقولوا لك التكلفه هتبقى قد ايه، وبيوصلوها لك لحد باب البيت. الموضوع الجمارك انت بتبقي بره الموضوع خالص، فبتبقي مرتاحه ومطمنه لان انت عارفه انت هتدفعي زياده كام، غير خالص لما تتفاجئي بموضوع الجمارك. هسيب لكم اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكربشن، وروحوا على الانستجرام عشان تبقوا تشوفوا الصور لما تصور بيه بقى وكده. ودلوقتي يلا نبتدي ونحول على قسم الرجالي. جاهزين؟ معانا شنطتين، بسم الله. بيني وبينكم يعني انا قلت ابقى واد روش برضو، يعني لو هلبس لبس شبابي اروش على نفسي، ما اجيبش بقى اسود وجري وكده، ما اعملش نفس العمله اللي كنت بعملها في نفسي زمان. لا، ابقى واد روش كده، روش طحني طحني. فجبت الوان بقى، الوان اصفر، هلاوه شاب روش روش روش، يعني مش اي كلام. عايزه اقول لكم ان انا اخترت المقاسات كده، اللي هو حاجات اخترت سمول وحاجات اخترت ميديم اللي لقيته، فمش عارفه الحاجات دي هتظبط في مقاسها عليا ولا لا. يعني حتى لو جت واسعه شويه الحاجات دي بتبقى في الاوفر سايز حلوه يعني. اوكي، شكله هيطلع على مقاسي بالظبط، شكله حلو قوي. ده سويت شيرت ب 320 جنيه مقاس سمول، الماتريال حلوه جدا. قولوا لي بقى ايه الفرق ان انا شاريه من قسم رجالي، ولو كنت جبته من هو اهو يليق علينا احنا الاثنين. انا هقيس في الاخر، نفتح الحاجه مع بعض ونقوم نقيس في الاخر. لا ومش بس كده، ده انا مطقمه زي الموديل، يعني الموديل لابس ايه هسيب لكم الصور، وجبت زي ما هو لابس بالظبط عشان ابقى طقمت زي الشباب بالظبط. الاتقان اهم حاجه، الاتقان. اللي بعد ده بقى شبابي قوي، بلوفر. جبت البلوفر ده، والله لونه جميل. ده هيطلع عليا هل هحطه ولا بتاع، هنقيس في الاخر ونشوف. وده مقاس وميديم، اقول لكم الاسعار عشان عايزه تجيبي لخطيبك هديه لجوزك لاخوكي كده يعني. ده 260 جنيه، طب بهرش ليه؟ اهو لونه حلو قوي. اللي بعد اهو، يا لهوي بنطل، يا لهوي. ايه ده؟ ال 34 بتاعكم كبير كده ليه؟ ده مقاس 34، بنطلون رمادي، انا تقريبا جايباه لده، مش فاكره، هقيس في الاخر. اوكي، البنطلون ده مقاس 34 وسعره 350 جنيه. اللي بعد لان خلينا اجيب بناطيل. كان لازم الاتقان واقيس الطقم كامل، اوتفيت كامل كده زيهم. انا يا لهوي كل ده بنطلون، انا رجلي قصيره. ده يا جماعه مقاس 32، ما انا قلت برضو اشكل في المقاسات عشان ما اعرفش اللي هيجي مقاس. سعره 320 جنيه، بنطلون جينز اسود. دي كده اول شنطه. تاني شنطه، متحمسه قوي. اوكي، ده ايه ده؟ سويت شيرت كده اسود مقاس سمول وسعره 320. والسويت شيرت ده بقول لكم واد روش 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 روش، الوان بقى وبتاع، والله جامد. ده انا جايبه سمول برضو، اه جايبه سمول. ده ب 280 جنيه. اوكي، عايزه اقول لكم الماتيريال بتاعتهم حلوه قوي. اللي بعده اه بقى ده مقاس كام؟ ميديم. يعني انا بلبس ميديم في البناتي او سمول كمان، اقوم رايحه جايبه ميديم في لبس الرجاله، اكيد هيطلع كبير عليا. هنشوف يا جماعه، هنشوف، ممكن يطلع على قدي والله. اصل هما في احيانا بناتي بيلبسوها تبقى محزقه شويه عليهم، ممكن يبقى واسع. هنشوف. اللي بعد اخر حاجه معانا النهارده، اخر حاجتين معانا النهارده، في اوتفيت كده كان تي شيرت وعليه قميص، شاب روش قوي انا. ده شكل التي شيرت، تي شيرت بيزك عادي ما فيهوش اي حاجه اهو، انا جايبه مقاسه ميديم وقميص.
والله جامد جامد قوي. انا حبيت لبس الرجاله 380 جنيه ده مقاس ايه؟ سمول. والله لو حلوين عليا انزل بيهم. فاكريني بهزر ولا ايه كده؟ شفنا الحاجه. عايزه اقول لكم والله الماتيريال بتاعت الحاجه حلوه قوي، شكلها مغري وحلو، بس اللي اكيد وشي حاسه ان هي مش هتطلع مظبوطه عليا البناطيل. تعالوا بقى هقوم اقيس كل اوتفيت كده لوحده وارجع اوريكم وتشوفوا شكلي وتالقي وتانقي. يلا بينا ابدا بيه. ابدا بده. يلا ابدا. بنت انت مرات يا بنت. قالوا الاسود الجينز والتي شيرت الابيض والقميص زي بالظبط ما الموديل لابس. روش جدا انا. ايه رايكم؟ طب والله الشميز عجبني، ده عجبني والتي شيرت اللي تحتيه عجبني، بس الفتحه ايه الفتحه دي كلها؟ ايه رايكم؟ ما تنسوش طبعا في الاخر تعملوا تقييم وتقولوا انهي اكتر اوتفيت عجبكم. في حاجه مهمه عايزه اقولها، البنات اللي عامله سبسكرايب ومفعله الجرس، شفتي علامه الجرس اللي انت مفلعه؟ شفتي علامه الجرس اللي انت مفعلاه ده؟ روحي دوسي عليها هيطلع لك كلمه اول، اضغطي عليها عشان اي حاجه تنزل على القناه توصل لك. الناس بقى اللي مش عامله سبسكرايب ومش مفعله الجرس، مستنيه ايه ماما؟ مستنيه ايه؟ الاوتفيت اللي بعده. انا جامد جدا زي ما انتم شايفين كده، الروشنه فينا بس ربنا هدينا. لبسته زي الموديل بالظبط زي ما انت شفت صورته، يعني دي ممكن تتلبس اوفر سايز، بس طبعا البنطلون غلط خالص غلط خالص. يعني اللي بعده شطحانه يا جدعان، هو الموديل لابسه على شورت ابيض، بس انا كنت عايزه اجيب بنطلون، بس تقريبا احولت في الدرجه. مظبوط وجميل، مظبوط وجميل اهو. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ والله جميل الاصفر، والله جميل، والله حبيته. ده الاوتفيت اللي قبل الاخير، لسه واحد كمان. ايه ده فيه؟ هيك كده التلاتين دي. يا جماعه عشان ما تتزاولوش معايا ده بادي اوكي مش رقبه. حبيت والله حبيت. فاضل لنا الاوتفيت الاخير، ما تنسوش طبعا تعملوا ريت للاوتفيت بتاعت النهارده. يلا لا كده طريه، يلا بينا على اخر. زي ما انتم شايفين الكتاف عريضه، فباين ان انا فاهمه في حاجه غلط. ده اخر اوتفيت، ما خلاص يا كلبوب. ده كده اخر اوتفيت، السويت شيرت الاسود من هنا الكتاف كده ايه باين ان هي واقعه مني يوم ورا يوم. ايه رايكم؟ وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. صراحه حبيته، حبيت التجربه جدا، وحبيت التنسيقات اللي اخترتها من اللبس الرجالي وتنسيقات المودلز. ما تنسوش تعملوا ريت للاوتفيت اللي لبستها وتقولوا لي اكتر واحد عجبكم. تجربه مختلفه برضه، ان الواحد يشتري من السكشن الرجالي عادي جدا. زي ما انتم شفتوا في حاجات كتير تنفع الاثنين، زي السويت شيرت الاصفر اللي عجبني وهلبسه. انا اول مره اصور بالمايك الجديد في الكاميرا الجديده، هزعل قوي لو صوت الكلب اللي بره اللي عمال يهوهو ده طلع معايا. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب لو مش عاملين سبسكرايب، وتروحوا على الانستجرام وتروح على التيك توك وعلى الفيسبوك. كل اللينكات بتاعتي هتلاقوها في الديسكريبشن تحت الفيديو. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.